توسع لا يتوقف. هذه خطط أمريكا لبناء قواعد عسكرية جديدة. يتعهد البنتاغون بالحفاظ على بصمة عسكرية خفيفة في إفريقيا، بينما تكشف الوثائق الرسمية والخرائط المصاحبة أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم تخطط للتوسع العسكري في القارة. وعلى الرغم من وجود 76 قاعدة في أمريكا اللاتينية، يبدو أن شهية البنتاغون مفتوحة لامتلاك قاعدة أخرى في الإكوادور. وحتى لو أكدت الحكومة هناك أنها ليست قاعدة دائمة، فإن المعارضة تتمسك بالدستور الذي يمنع إنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو منشآت أجنبية لأغراض عسكرية. أما القاعدتان العسكريتان اللتان استثمر الجيش الأمريكي في سنة 2019 حوالي 27 مليون دولار لتحديثهما في رومانيا وبلغاريا، فليسا سوى جزء من خطة أوسع لتوسيع نطاق الدعم والتعاون الأمني، ليس فقط مع البلدين بل أيضا مع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وبالرغم من الولادة المتعثرة لحصن ترامب، لم يزل حلم تدشين قاعدة أمريكية عسكرية دائمة يداعب خيال بولندا الحريصة على تعزيز دورها أكثر في استراتيجية الردع الأمريكية في أوروبا الشرقية. وبعدما أغلق البنتاغون قاعدته العسكرية على جزيرة آداك في ألاسكا منذ التسعينات، تنظر البحرية الأمريكية في احتمالية تدشين قاعدة عسكرية أمريكية جديدة هناك في ظل ترحيب من الشركات المحلية لأسباب اقتصادية. وبعيدا عن التصريحات الرسمية، يبقى الشيء الوحيد المؤكد هو أن الجيش الأمريكي المتوثب لا يسمح بقصقصة ريشه، سواء كان الرئيس أسود واسمه أوباما أو برتقاليا واسمه ترامب، لكن الكفة ترجح في النهاية لصالح من يتقن فن الغزل أكثر، كما سنقول الآن. بصمة خفيفة للبنتاغون، أفريكوم تخطط للتوسع العسكري في إفريقيا. قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الجنرال ستيفن تاونسدن كرر خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ في جانفي الماضي ما ردده سلفه حول الاحتفاظ ببصمة خفيفة ومنخفضة التكلفة نسبيا في القارة. على النقيض من ذلك، تظهر الخرائط وجود أكثر من 29 قاعدة في 15 دولة ومنطقة مختلفة، مع أعلى تركيز في دول الساحل غربي القارة والقرن الإفريقي في الشرق. لا يكتفي البنتاغون بالشبكة الواسعة من المواقع العسكرية التي دشنها في ربوع إفريقيا منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، بل تكشف الوثائق العسكرية الأمريكية ومجموعة الخرائط المصاحبة التي حصل عليها موقع The Intercept في سنة 2019 إلى أن أفريكوم تسعى بنشاط للتوسع في القارة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجودها العسكري في المناطق الساخنة. وإذا كان البنتاغون يخفي بعض قواعده القائمة، فلا عجب أن يحيط هذه الخطط المستقبلية بستار من السرية. 76 قاعدة في أمريكا اللاتينية لا تكفي. البنتاغون يريد قاعدة أخرى في الإكوادور. هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حوالي 76 قاعدة عسكرية في أمريكا اللاتينية؟ حسناً، إنهم يريدون واحدة أخرى الآن. بهذه اللهجة الاستهجانية علقت الصحفية ياميلي حبيب على الإذن الذي منحته الإكوادور في جوان 2019 للجيش الأمريكي باستخدام مطار جزيرة سانت كريستوبال، إحدى أكبر وأقدم الجزر الواقعة شرق أرخبيلي غالاباغوس، في مهام مكافحة تهريب المخدرات. وأفادت شبكة تلفزيون تيليسور بأن طائرة من طراز بوينغ 707 تابعة لسلاح الجو الأمريكي مزودة بمراقبة رادارية، وطائرة لوكهيد بي 3 أوريون ستقومان بدوريات في المحيط الهادئ انطلاقا من غالاباغوس للبحث عن السفن التي قد تستخدم في تهريب المخدرات والتجارة غير المشروعة. وأوضحت الحكومة أن هذا الإذن لا يعني إقامة دائمة، ولكنه مجرد تصريح باستخدام الطائرات الأمريكية للمطار على فترات. لكن لم يقتنع النقاد الذين رأوا القرار مخالفا للمادة الخامسة من الدستور الإكوادوري لعام 2008 الذي يمنع إنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو منشآت أجنبية لأغراض عسكرية، حسب ما نقل موقع ألديا المختص بمتابعة شؤون الأمريكيين من أصل لاتيني. تهديد لأمن روسيا القومي.
تحديث قاعدتين عسكريتين في رومانيا وبلغاريا. في رومانيا وبلغاريا نجد أن الجيش الأمريكي استثمر منذ سنة 2019 حوالي 27 مليون دولار لتحديث قاعدتين عسكريتين، مع خطط لزيادة الدعم والتعاون الأمني ليس فقط مع البلدين، ولكن أيضا مع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. وحصل البنتاغون في ذلك العام على 6.5 مليار دولار لمبادرة الردع الأوروبية، وهو برنامج بدأ في سنة 2016 يهدف إلى طمأنة حلفاء أوروبا الشرقية وردع روسيا عن المزيد من التوغل في أوروبا بعد ضمها شبه جزيرة القرم، بحسب موقع بلقان إنسايت. كما وفرت ميزانية الدفاع الأمريكية للعام الماضي 13 مليون دولار لأنظمة الدرع المضادة للصواريخ، بما في ذلك المنظومة الموجودة في ديفيسيليو جنوب رومانيا، والتي يصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تعزيزا مهما لقدرة الدفاع عن الحلفاء الأوروبيين ضد انتشار صواريخ باليستية تنطلق من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية. لكن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يعتبرها تهديدا لأمن روسيا القومي. حصن ترامب، ولادة متعثرة لقاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا. الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا، الذي فاز منتصف الشهر الماضي بولاية ثانية إثر فوزه بفارق ضئيل على الليبرالي رافال تراسكوفسكي، يبدو أنه يدرك جيدا أبرز السمات الشخصية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب. فحين التقى به أواخر سنة 2018 غازله باقتراح يداعب غروره ويقضي بإطلاق اسمه على قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في بولندا مقابل تواجد عسكري أمريكي دائم هناك لمواجهة سلوك روسيا العدواني. حصن ترامب، اسم لفت انتباه الرئيس الأمريكي وأثار شهيته قطعا، لكن الفكرة ذاتها لم تكن مفاجأة ومفاجئة لخبراء الأمن الذين راقبوا الحكومة البولندية وهي تسعى بنشاط لأشهر للضغط من أجل إقناع واشنطن بالمشروع. وربما لن ييأس الرئيس دودا حتى ولو انهار المشروع وسط خلافات حول مصادر التمويل وأماكن الانتشار، بحسب وكالة رويترز. صحيح أن عامين مرا دون أن يحرز المقترح تقدما يذكر، ولم يزل المسؤولون الحكوميون في واشنطن ووارسو يتناقشون حول المكان الذي ستتمركز فيه القوات والمبلغ الذي ستسهم به وارسو في تمويل المشروع، لكن الفكرة التي يطمح ترامب أن تكون من الطراز العالمي لم توارد طرباً، خاصة بالنظر إلى الدور المتزايد الذي لعبته بلاده في استراتيجية الردع الأمريكية في أوروبا الشرقية منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم سنة 2014 والتوغل في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. وفي التفاصيل، أن بولندا تريد وضع القوات الأمريكية بالقرب من حدودها الشرقية مع روسيا البيضاء، لكن واشنطن تخشى أن يغضب الكريملين ولذلك تفضل نشر قواتها إلى الغرب، وتريد كذلك أن تدفع بولندا أكثر من الملياري دولار التي عرضت المساهمة بهما في البداية، ناهيك عن اللغط الدائري حول الحصانة القانونية التي تحرص أمريكا على منحها لقواتها حال اتهامهم بارتكاب جرائم على الأراضي البولندية. وحتى لو لم يستمر ترامب في البيت الأبيض، فأمام الرئيس البولندي أندري دودا فترة رئاسة كاملة ليمد حبال الود مع الساكن الجديد في البيت الأبيض. من أوباما إلى ترامب، الجيش الأمريكي المتوثب لا يسمح بقصقصة ريشه. هذه الخطط التي ذكرها وذكرناها من قبل ليست سوى غيض من فيض طموحات البنتاغون لغزو العالم بمزيد من القواعد العسكرية، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر سخونة على اختلاف الدول المضيفة والخصوم المستهدفين. وبينما يحاول بعض نواب الكونغرس حمل البنتاغون على إغلاق قواعده في الخارج، من الواضح أن المؤسسة العسكرية ذات الطموح المتوثب لا ترضى بقصقصة ريشها مهما كانت المبررات. ولنضرب على ذلك مثلا بآخر رئيسين حكما الولايات المتحدة. حاول أوباما تقليص حجم القوات المسلحة وتغيير مفاهيم القوة العسكرية التقليدية التي تعتمد على الانتشار كثيف العدد، وإصلاح السياسات الاجتماعية التي تحظر انضمام أبناء الأقليات إلى صفوف الخدمة العسكرية. ولذلك انقسمت الآراء حوله ليس فقط على الساحة السياسية بل أيضا داخل أذرع القوات المسلحة، كما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ميليتاري تايمز،
ومعهد المحاربين القدماء وعائلات العسكريين ما بين 16 و 21 ديسمبر 2016، قبيل خروج أوباما من البيت الأبيض مع انتهاء فترته الرئاسية في 20 من جونفي 2017. حتى ترامب الذي لم يزل يحظى بشعبية أكبر من سلفه في أوساط المجتمع العسكري مقارنة بمستوى تأييده المتدني في الشارع الأمريكي، يظهر استطلاع أجرته صحيفة ميليتاري تايمز في أواخر سنة 2019 أن 60% ممن شملهم الاستطلاع يرفضون قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في مواجهة التقدم العسكري التركي، إلى جانب استياء متزايد داخل أذرع القوات المسلحة بسبب سوء معالجته للعديد من القضايا العسكرية. وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة بين أوباما وترامب، إلا أن تجربتهما مع الجيش تؤكد أن أي رئيس يحاول قصقصة القوات المسلحة الأمريكية تنخفض شعبيته داخل أذرع القوات المسلحة.